مع رؤساء الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا، فقابلت مع رؤساء الجامعات كليات التمريض المصرية في مصر، عملت زيارات ميدانية لكليات التمريض في مصر وقابلت الطلبة والطالبات اللي هم بتوع التمريض، ووصلت إلى كونكلوجن إن إحنا عندنا من أحسن ممرضات. خلي بالك أنا عارف المعلومة دي من قبل كده، عشان أنا كنت باجي كخبير أمراض نساء لمستشفيات في مصر معروفة، منها مستشفى حوائي الدوري اللي أنا يعني ليا وضع هام فيها، وبقول إن دايماً إن الممرضة المصرية لو انا اتعمل لها يعني لفت نظري حضرتك يعني واخد بالك قوي من دور التمريض، هو للدرجه دي دوره قوي ده أهم ومؤثر؟ دور في الهيلث كير نمبر 1، قبل الدكاترة وقبل الجهاز الطبي بالكامل وقبل المستشفيات وقبل شكل المستشفيات ومنظر المستشفيات ومنظر الأوض والأجهزة، الممرضة نمبر 1. بدون الممرضة ما عندناش جهاز طبي. ده مهم للغاية. يعني أنت لو سألت أي مريض إيه شكواك الأولى، هيبدأ بالتمريض مش هيبدأ بالطبيب، هيبدأ بالمريض بالتمريض مش هيبدأ بالمستشفى. ولذلك أنا عايز أميز ما بين الممرضة خريجة كلية التمريض اللي هي الشخصية الهامة جدا في المجتمع المصري وكلهم مهمين، لكن أنا بتكلم على الممرضة اللي أنا محتاجها عشان خاطر تتعامل مع المريض انترناشونالي، اللي هو جاي من دول خارجية وعايز يتقابل مع جهاز متكامل في العلاج. لو أنا عندي مريض جاي مصر عايز أعمل له عملية وأنا اللي هعمل العملية، أنا محتاج جنبي هيئة تمريض متكاملة قوية جدا تقدر تتعامل مع المريض في النو هاو، ازاي مدربة، ازاي تبقى مدربة. وعشان كده أنا بعمل حاليا أكاديمي للممرضات خريجين كليات التمريض، وهيكون باي كومبيتيشن. يعني ايه؟ الممرضة او الممرض لازم يكونوا بيتكلموا انجليزي كويس، لازم عشان يستقبلوا مريض انترناشونال. طيب الدعوة اللي حضرتك قمت بيها للسياحة العلاجية في مصر لقت استجابة واستحسان من طبعا يعني من طبعا الناس عند حضرتك؟ طبعا يا فندم، انا عملت مع الدكتوره سهى الجندي، عملت مع مقابله عن طريق السكاي عن طريق الزوم ميتنج، وخدنا كلام مهم جدا على هذا الموضوع. اتكلمت على قناه اخرى سي بي سي، تقابلت مع العمداء. طبعا العمداء بتوع كليات التمريض في منتهى الاكسايتمنت والشغف ان هم يتواجدوا قلبا وقالبا في هذا الموضوع، وكلهم تكاتفوا كانت ايه على اول اساس. الحاجات اللي شاوروا عليها واثاروا انتباه حضرتك ايوه فندم، فيها؟ ايه هي في التمريض كلمه التمريض؟ واحد، هم الممرضات الطلبه اللي انا شفتهم والطلبه والممرضات اللي انا دربتهم قبل كده بنفسي، اتلاقيت فيهم نمبر 1 اوبيدينس، يعني بياخدوا التعليمات وينفذوها بالحرف. عظيم. نمره 2، عندهم معلومات قويه جدا، ولازم نعرف ان دور الممرضه لا يتعارض مع دور الطبيب. الممرضه ده ليها دور والطبيب ليه دور، بيجتمعوا في نقط معينه وبيكملوا بعض حقيقي في بيكملوا حياة بعض، العلاج، بيكملوا بعض. لكن لا الدكتور اعلى من الممرضه ولا الممرضه اعلى من الدكتور. They are both professionals. ده ليها وظيفه وده ليه وظيفه، ولازم تؤدى بكل امانه للمريض عشان المريض يقدر يحس بان الممرضه اللي قدامه دي تقدر تكون تسعفه او حقيقي، وان هو يبقى في ايد امينه عليه بالظبط يا حقيقي. فندم. بص حضرتك، نسبه الوقت اللي بيقضيه المريض مع الممرضه ونسبة الوقت اللي بيقضيه المريض مع الطبيب. طيب لو هسأل حضرتك يا دكتور احمد سؤال مباشر،
يعني لو نجد ان مصر على مر الوقت كان ليها بعض المدن اللي بيبقى عليها سبوت فتنور فتبقى